شارك الآلاف بالرباط في مسيرة شعبية تضامنية نصرة للقضية الفلسطينية والتعبير عن رفض قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة دعما للشعب الفلسطيني والتزاما بالموقف الثابت للشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية. خرج الشعب المغربي بكل أطيافه بكل أحزابه بكل قوى المجتمع المدني على المستوى الرسمي والشعبي ليرسل رسالة واضحة أنه يدعم الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة والقدس عاصمة لهذه الدولة، وثانيا رسالة إلى العالم رفضه لسياسة الاحتلال المزدوج. أظن بأنه مثل هذه اللقاءات أو مثل هذه المسيرات ما هي إلا جزء بسيط من أجل الذكرى لا أقل ولا أكثر، أما العمل الحقيقي هو ينبغي أن يكون في الميدان وينبغي أن يكون مع الوحدة الوطنية والوحدة ديال جميع العرب والمسلمين. وتأتي هذه المسيرة التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تحت شعار مسيرة الشعب المغربي من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودعما لمسيرة العودة الكبرى، من أجل التأكيد على رسوخ موقف الشعب المغربي بكافة أطيافه السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية النصيرة للشعب الفلسطيني.